أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا مدرسة على الهواء. أهلا أبنائي، ونبدأ مع بعض النهاردة حلقتنا ومادة البي ال سي تكنولوجيا التحكم المنطقي المبرمج لأبنائي أبناء التعليم الفني الصناعي تخصص ميكانيكا صيانة وإصلاح. أهلا بكم أبنائي، ونبدأ حلقتنا بالعمليات المنطقية لدوال التحكم المنطقي البي ال سي مع بعضينا. دلوقتي هنبص على شاشتنا الجميلة، والشاشة بتاعتنا تعرض لنا أول عملية من العمليات المنطقية بتاعتنا، وهي عبارة عن العملية المنطقية AND. AND شباب هي عبارة عن عملية منطقية أنا بحطها في دوائر التحكم المنطقية، بحيث إن أنا اقدر ان انا اتحكم في الدالة بتاعتي من خلال زرارين مع بعض، يعني اتحكم في المكنة بتاعتي ان انا اشغلها من خلال زرارين مع بعض. يبقى انا دلوقتي بعمل الديزاين اللي هبدأ من خلاله اتحكم في تشغيل المكن بتاعي. انا دلوقتي عايزة تشتغل او اشغل المكنة بتاعتي من خلال زرارين مع بعض، فبالتالي لازم استخدم دالة AND. تعال بقى نتعرف على دالة AND كده. بيقول لي ان بتكون اشارة الخارج واحد فقط عندما يكون كل من اشارات الدخل واحد، يعني عمر ما هاخد اشارة خارج واحد الا لما يكون كل الاشارات بتاعت الدخل بتاعتي تساوي واحد. طيب التسمية بتاعتنا لهذه الدالة، قالك الدالة دي احنا بنسميها بعملية الجمع. طيب ليه الجمع؟ لانها بتجمع التشغيل من خلال زرارين مع بعض. طريقة الكتابة بنعبر عن الدالة بتاعتنا دي بمعادلة الجبر البوليني، اللي هي الاف اللي هو الخارج بتاعي، الاف بيساوي الاي دوت بي، يعني حاصل خارج الزرار A في حاصل خارج الزرار B. ده هيديني توتال الخارج اف، ده هيديني توتال الخارج بتاعي اف. طب الكلام ده احنا عايزين نوضحه بجدول الحقيقة. احنا عندنا يا اولاد دلوقتي دالة اند ديت معناها ان انا هبدأ اشغل المنظومة بتاعتي او المكنة بتاعتي او خط الانتاج اللي انا واقف عليه من خلال زرارين مع بعض، هدوس عليهم في وقت ايه؟ في وقت واحد. يبقى انا هنا في الحالة ديت انا بسمي الدالة دي بدالة الجمع، لانها بتجمع اشارتين في نفس الايه؟ في نفس الوقت. طب ايه هي معادلة الجبر البوليني بتاعتها؟ معادلة الجبر البوليني بتاعتها بتكون معادلة ضربية. معادلة ايه؟ ضربية، بمعنى ان اف حاصل الخارج بتاعي بيساوي حاصل ضرب الدخل ايه في الدخل ايه بي. بمعنى ايه؟ لو انا عندي زرارين ودوست على زرار واحد الدالة دي مش هتشتغل معايا. ليه؟ لان واحد في زيرو يساوي ايه؟ بيساوي زيرو، وهو قال لي انا مش هشغل الدالة دي الا لما يكون كل الدخل يساوي ايه؟ يساوي واحد. بمعنى ان انا لو عندي الزرار ده انا دوست عليه ودوست على الزرار التاني، يبقى انا عندي الدخل ده واحد وعندي الدخل ده واحد، يبقى كل الدخل بتاعي ايه؟ واحد. في الحالة دي الخارج بتاعي هيكون ايه؟ واحد. ليه؟ لان معادلة الجبر البوليني بتاعتها معادلة ضربية. لو ده واحد في واحد هيديني في النهاية واحد، يبقى الاشارة بتاعتي تشغيل، يبقى الاشارة بتاعتي ايه؟ تشغيل. انما لو انا دوست على الزرار ده بقى واحد وما دوستش على ده بقى زيرو، واحد في زيرو هيديني زيرو. يبقى انا كده في الحالة ديت ما اخدتش اشارة لما دوست على زرار ايه؟ واحد، انما اخدت اشارة لما دوست على الايه؟ على الزرارين مع بعض. ليه؟ لان انا بتبع معادلة الجبر البوليني الضربية، بمعنى ان انا دوست على زرار واحد في زيرو بزيرو، ولو انا دوست على زرار التاني وما دوستش على ده يبقى زيرو في واحد اللي انا دايس عليه هيديني ايضا ايه؟ زيرو. انما لو انا دوست على الزرارين مع بعض بقى ده عندي واحد وده اشارته بواحد، في الحالة ديت هيبقى الخارج بتاعي بواحد، يعني المكنة هتشتغل لما اضغط على الزرارين مع بعض في نفس الايه؟ اللحظة شباب. لذلك احنا بنقول ان معادلة الجبر البوليني اللي بتتبعها دالة AND هي معادلة ضربية، هي معادلة ضربية. تعالوا نشوف جدول الحقيقة بقى اللي هو بيحقق لنا الكلام اللي احنا بنقوله دوت مع بعضينا على الشاشة. قال لي احنا لو عندنا الايه بزيرو والبي بزيرو، يعني انا ما ضغطتش على الزرار ايه وما ضغطتش على الزرار بي،
يبقى في الحالة دي مفيش إشارة دخل أصلا، يبقى الخرج بتاع الإف هيبقى بإيه؟ بزيرو. طب لو أنا ضغطت على الزرار بي وما ضغطتش على الزرار ايه، يعني ايه بزيرو وبي بواحد؟ احنا قلنا بنلجأ لمعادلة الجبر البوليني الضربية، زيرو في واحد هيدينا ايه؟ هيدينا زيرو. يبقى طالما في زيرو في الإشارة يبقى في الحالة دي الخرج هيبقى زيرو، يعني المكنة مش هتشتغل. يبقى لما اكون مش دايس على زرار ايه ودايس على زرار بي، مفيش عندي إشارة خرج هاخدها، الخرج هيبقى بزيرو. لما اكون عندي ايه بواحد يعني دايس على ايه ومش دايس على بي، يبقى انا عندي الخرج ايضا بزيرو، لان مش هيبقى فيه اشارة لان انا دوست على زرار واحد. لما يكون عندي الزرار ايه ضاغط عليه والزرار بي ضاغط عليه، يبقى في الحالة دي انا ضغطت على كام زرار؟ على الزرارين مع بعض في نفس الوقت. في الحالة دي اقدر اخد اشارة من الخرج بتاعي اف هتبقى بواحد. معنى كده ان انا عندي المعادلة بتاعتي بتتحقق فعلا في الدالة. المعادلة بتاعتي معادلة ضربية. في حالة لما اكون اي اشارة بزيرو هلاقي الخرج بتاعي بزيرو لانها معادلة ضربية. كمان احنا بنحقق شروط التشغيل في الدالة. الدالة دي انا عملتها اصلا ليه وليه؟ لانها دالة تأمينية. يعني ايه دالة تأمينية؟ يعني بتأمن لي على العامل بتاعي. لو العامل ده شغال تحت مقص، ايده بتشغل مقص او ايده بتشغل مكبس، انا بضمن تأمين العامل عندي علشان يبقى ايده الاتنين على ايه؟ على الزراير اللي بتشتغل، ما ينساش ايد تحت المقص، ما ينساش ايد تحت المكبس، فيحصل مشكلة لايده. لا، انا بأمن على العامل اللي عندي وانا بشغل المكنة، بان انا بخلي من شروط تشغيل هذه المكنة الخطر ان يكون ايده الاتنين على زرارين الايه؟ التشغيل. ولو ايده الاتنين مش على زرارين التشغيل وشغل زرارين بايده، المكنة مش هتشتغل. المكنة مش هتشتغل الا لو ضغط بايده الاتنين على زرارين في نفس الايه؟ في نفس اللحظة. لذلك دالة اند هي دالة تأمينية للعمال اللي عندي في المصنع، بحيث ان انا ابقى عامل امان وضامن ان مش هيحصل اي حوادث، سواء كان من المقص او المكابس اللي هي بتشتغل وممكن يحصل منها خطورة في خط الانتاج بتاعي. تمام يا شباب؟ يبقى دي دالة ايه؟ دالة تأمينية. بصمم بيها المكن بحيث ان المكن يكون فيه شرط الامان، بحيث ان العامل ما يحصلوش اي خطر من مخاطر اثناء الايه؟ التشغيل بتاعه. جميل جدا. وعرفنا ان الدالة دي تتبع معادلة الجبر البوليني، وشفنا جدول الحقيقة ان الدالة دي مش هتديني اشارة الا لو كان كل الدخل بتاعها يساوي واحد، الا لو كان كل الزراير بتاعتها انا دايس ايه عليها. في الحالة دي الخرج هيبقى بواحد، وفي الحالة دي المكنة اللي هتشتغل بالدالة دي فعلا هتكون شغالة، غير كده المكنة مش هتشتغل. تمام حبايبي؟ طيب نبدأ برضك نتعرف على دالة ان ونشوف ايه هي. بركبها ازاي في دايرة كهربية؟ بيبقى وضعها ازاي في دالة التحكم البي ال سي؟ بيكون وضعها ازاي في البلوكات او شكل البلوك بتاعها؟ ككومبوننت انا هجيبه واركبه في المكنه علشان اجيب الكومبوننت ده من السوق، شكله عامل ازاي؟ هنتعرف على شكل الكومبوننت بتاع دالة اند مع بعضينا على الشاشه. اهو يا ولاد، هو بيبقى عباره عن بوكس كده، والبوكس ده بيبقى فيه علامه زي التمانية كده وخارج منها خطين، وبيبقى فيها زرار اسمه الزرار 10-1 او I01 وI02. ده زرارين اللي انا هبدأ اضغط من خلالهم علشان ادخل الاشارة. لو انا ضغطت على I01 وما ضغطتش على I02 مش هيخرج لي اشارة في الQ01. لو انا ضغطت على I02 وما ضغطتش على I01 برضك مش هيخرج لي اشارة من الQ01. لو ضغطت على الزرارين I01 وI02 في الحالة دي هلاقي الكيوزة 01 اشتغل وشغل المكنة ايه بتاعتي. او لو انا عايز انور لمبة هلاقي اللمبة مش هتشتغل الا لو ضغطت على زرارين دول مع بعض. لو عايز افتح باب الباب مش هيتفتح الا لو انا ضغطت على زرارين دول مع بعض. لو عايز اشغل مقص او عايز اشغل مكبس مش هيشتغل الا لو انا ضغطت على الزرارين I01 وI02 مع بعض، علشان الخرج Q01 يبدأ يديني اشارة. عشان الخرج Q01 يبدأ يديني ايه؟ اشارة. طيب هنا بيقول لي احنا عندنا الدالة دي ممكن امثلها باكتر من لغة يا شباب.
انا عندي في لغة التحكم المنطقي المبرمج في اكتر من لغة، عندي لغة اسمها لغة البلوكات، تمام، وعندي لغة تانية اسمها المخطط المسلمات او المخطط السلمي. طب وعندي الملامسات، مخطط الملامسات او المخطط الايه السلمي. طيب وعندي لغة تالتة اسمها لغة قائمة الاوامر او قائمة الاجراءات. احنا دلوقتي اول ما اول عنصر او اول رمز شفناه كان الرمز بتاع الدالة المنطقية او العملية المنطقية اند بلغة اسمها لغة البلوكات. هنشوف نفس الدالة اللي هي دالة اند ولكن بلغة اخرى، وهي لغة مخطط الملامسات او بنسميه احيانا المخطط السلمي، احيانا بنسميه لغة اللادر اللي هو المخطط السلمي. تمام يا حبايبي؟ طيب نبدأ بقى نتعرف على المخطط السلمي. انا بجيب دالة اند بتتوصل توالي، معنى ان هي تتوصل توالي يا شباب زي ما الرسم كده بيقول لنا ان لازم زرارين التحكم يكونوا على سلكة واحدة، الاتنين يكونوا متصلين توالي مع بعض على نفس الايه السلكة بتاعتي، ويكون الخارج بتاعي اسمه كيو زيرو ايه كيو زيرو وان كيو زيرو وان. يبقى انا لما اجي ارسم دالة اند عن طريق البلوكات انا هعملها بالمنظر ده، يبقى ده كده رمز دالة اند باستخدام لغة البلوكات. الصندوق ده او المستطيل ده بنسميه الدالة اند، ولكن تنفيذها او رسمها باحد اللغات للبرمجة، وتسمى هذه اللغة للبرمجة بلغة البلوكات. طيب احنا عايزين نرسم دالة اند بلغة اخرى. يبقى انا في الحالة دي اند بتتوصل توالي، يبقى هبدأ اجيب زرارين نورمالي اوبن، زرارين نورمالي اوبن، والزرارين دولت هبدأ اعمل لهم توصيل توالي، وهبدأ اوصل معاهم الخارج بتاعي اللي هو كيو 01 على نفس سلكة الايه التوصيل بتاعي. في الحالة ديت يبقى دي لغة اخرى من لغات البرمجة لهذه الدالة، وتسمى البرمجة باستخدام مخطط الملامسات، مخطط الملامسات. عندي لغة تالتة يا ولاد، وهي لغة كتابة الأوامر. إن أنا بدل ما أرسم هبدأ أدخل أوامر للمكنة بتاعتي، هي الأوامر دي هتشغل الدالة ديت عن طريق زرارين إيه مع بعض. طب لغة الأوامر دي بكتبها إزاي؟ انا شغالة باند، اول حرف من اند ايه حرف الايه، فبجيب حرف الايه واكتب جنبيه رقم الزرار اللي انا هبدأ تشغيل بيه، يبقى ايه اي 01 ماشي. اند يعني ايه تاني، احط ايه تاني اي 02، يعني كده انا جبت زرارين ايه اي 01 وايه اي 02 ايكوال كيو 01، يعني الضغط على الزرارين دول هما اللي هيدوني الخارج بتاع كيو 0 ايه كيو 01. في الحاله دي انا ما استخدمتش لغه رسم، انا استخدمت لغه كتابه الاوامر، لغه كتابه الايه الاوامر. بقى احنا نبقى عارفين يا شباب ان احنا عندنا بنظام البرمجه ده انا عندي ثلاث لغات، ممكن ابرمج باستخدام لغه البلوكات، ممكن ابرمج باستخدام لغة مخطط الملامسات او المخطط السلمي، ممكن ابرمج باستخدام قائمة الاوامر. نبص بقى مع بعضينا على قائمة الاوامر بالنسبة لدالة اند. قائمة الاوامر قدامنا بتقول ان انا عندي اول حرف من اند هو حرف الايه، بحطه قدام السويتش الاولاني، يبقى ايه اي 01 ده كده رمز السويتش الاولاني اللي هو المفتاح الاول. انا هشغل السويتش الاولاني ده مع السويتش التاني بدالة ايه بدالة اند، بحط ايه تاني، اقول ان اند هتربط الاي 01 بالاي 02، ولما تربطهم ببعض هيدوني الاشارة في الخارج اللي اسمه كيو 0 ايه 1، هيدوني الاشارة في الخارج اللي اسمه ايه ولاد كيو 0 1. تمام يا حبايبي؟ ده كده قائمة الأوامر والبرمجة باستخدام مخطط الملامسات والبرمجة باستخدام البلوكات بالنسبة لدالة إيه أند. تعالوا بقى مع بعض نشوف دالة أند ديت لو أنا حبيت أستخدمها في الحياة العملية إيه التطبيقات اللي ممكن أنا أستخدمها فيها، وشكل المطلوب علشان أعمل ديزاين لمكنة تشتغل بدالة أند إيه هو شكل المطلوب بتاعي.
نبص مع بعض مثال بسيط قوي هيخلينا نبدأ نعمل دايرة لدالة ايه؟ اند بتاعي. تمام يا حبايبي، نبص مع بعض على الشاشة. المثال بتاعي بيقول لي ايه بقى يا ولاد؟ بيقول لي المطلوب تشغيل مصباح كهربي، المصباح ده اسمه اتش، عندما يتم الضغط على مفتاح اس 1 و اس 2 ارسم المخطط بكل الطرق المستخدمة. يعني يا ولاد المنطوق بتاعي ايه؟ مش احنا عندنا دي دالة اسمها دالة اند، يبقى لازم المنطوق بتاع السؤال يكون عايز شرط التشغيل بكلمة و، شرط التشغيل بكلمة ايه؟ و، لان و تساوي اند. هو بيقول لي انا عايزك تشغل المصباح اتش ده من خلال مفتاح اس 1 و و، كلمة و ديت هتخليني استخدم دالة ان واس 2. طالما قال لي استخدم او شغل المفتاح من اس 1 واس 2 مع بعض، في الحالة دي انا عرفت ان انا الدالة اللي انا هستخدمها للتشغيل هي دالة ان. هو محتاج مني ايه؟ محتاج ان انا ارسم الدالة دي بكل لغات البرمجة، بكل لغات الايه؟ البرمجة. هنمسك بقى كده نبدأ نرسمها او نشتغل فيها. هنجيب بيها قائمة الاوامر، اول حاجة هحط الاي 01 الاي اي 02 وده هيديني الكيو 01. تاني حاجة هرسمها له عن طريق البلوكات، هبدأ ارسم مستطيل واحط فيه مفتاح اسمه اي 01 والتاني المفتاح اسمه اي 02، وممكن احط ايه واحط بي، وفي الحالة دي هيديني الكيو 01 اللي هو الخرج بتاعي. وفي قلب البلوك برسم رمز الاند اللي هو عبارة عن الرمز اللي موجود عندنا في شكل 8 كده، وخارج منه شرطتين بتوعنا. بعد كده عندي تالت حاجة ارسم له المخطط بتاع دالة ان عن طريق مخطط الملامسات. يعني هحط ايه يا ولاد؟ هعمل خط او 24 فولت، هجيب سلكة 24 فولت طرف وهبدأ اوصل معاها الزرار الاولاني اللي هو اي 01، وهوصل الزرار التاني معايا على التوالي، وهوصل الخرج بتاعي اللي هو كيو 01 ايضا على التوالي، ووصل الطرف التاني من الوصلة بالزيرو فولت. يبقى انا عندي طرفين، طرف 24 فولت وطرف 0 فولت، واخلي ما بينهم السلكة اللي هيتوصل فيها المفتاحين والخرج ايه؟ والخرج بتاعي. وبكده بيبقى انا رسمت دالة اند في التشغيل بتاعي عن طريق المخططات لبرامج التحكم المنطقي المبرمج البي ال سي بجميع لغاته، سواء كان قائمة الاوامر او المخطط الملامسات او طريقة البلوكات او البرمجة باستخدام الايه؟ البلوكات. دلوقتي بقى يا حبايبي احنا هنبدأ مع بعض نعرض تطبيق عملي بستخدم الدالة دي في مكنة ما. هجيب لك المكنة وهنبدأ نشوف التطبيق العملي على الدالة دي جوه المكنة شغلتها ازاي، وان شاء الله نعمل له سيموليشن مع بعضينا ونعرف ازاي ان احنا نصمم الدايرة دي في المعمل بتاعنا في الـ 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 الورش بتاعتنا. تمام حبايبي، نبدأ بقى مع بعض كده نشوف ايه هو التطبيق العملي على هذه الدالة. التطبيق العملي بتاعنا ان دالة اند احنا قلنا ان هي بتشتغل بطرفين، طرف موجب وسويتشين، سويتش A01 وسويتش A02، والخارج بتاعنا بيكون Q01. هنا بيقول لي انا عايز اتحكم تحكم مباشر في سلندر مزدوج الفعل باستخدام العملية المنطقية اند. يعني هو دلوقتي هو عايز الديزاين بتاعه يتحكم في سلندر مزدوج الفعل باستخدام العملية ايه؟ اند. يعني هو الديزاين احنا عندنا سلندر اهو يا ولاد، انا عندي المكبس ده، المكبس ده عايز اتحكم فيه من خلال دالة اند، عايز اتحكم فيه حركة المكبس ده عن طريق دالة ايه؟ اند. قال لي تستخدم الاسطوانة ثنائية الفعل لتشغيل المكبس مثل الموضح امامك، ولزيادة الامان لا يعمل المكبس الا عندما نضغط على مفتاحين تشغيل معا في نفس الوقت. قال لي ولزيادة الامان لا يعمل المكبس الا عند الضغط على مفتاحين تشغيل معا في نفس الايه؟ الوقت، ولضمان وجود يد العامل بعيدا عن الايه؟ عن المكبس. يبقى انا هشتغل في المكبس ده باستخدام دالة اند. ايه السبب بتاعي؟ ان الدالة دي دالة تأمينية،
انا هحافظ من خلالها على سلامة العامل عندي في خط الانتاج، هحافظ من خلال هذه الدالة على سلامة العامل بتاعي في خلال خط الايه الانتاج اثناء شغله في خط الانتاج. احنا عايزين نشوف التطبيق بتاعنا، خطوات التشغيل اللي هتتم. ان انا هبدأ اقدم السلندر ده اللي هو السلندر اللي هيبقى اسمه A1 عندما يكون صمام مفتوح التحكم. يبقى انا عندما يكون صمام مفتاح التحكم اند S1 و S2 الاتنين مضغوط عليهم يعني مشغلين، يبقى هيبدأ يتقدم السلندر امتى؟ السلندر هيبدأ يتقدم ويعمل عملية الكبس عندما يكون S1 و S2 مشغلين. يبقى لما اضغط على الزرارين مع بعض في الحالة دي هيديني شرط تقدم الاسطوانة، هيديني شرط تقدم الايه الاسطوانة. الاسطوانة بتاعتي هترجع، الاسطوانة بتاعتي هترجع عندما يكون المفتاح الحدي S3 مشغل. ونفهم يعني ايه الموضوع ده يا ولاد. انا عايز اعمل دلوقتي يا ولاد ديزاين، الديزاين ده هيشغل لي مكبس، هيشغل لي ايه؟ مكبس. المكبس ده بيبقى فيه الاسطوانه اللي بتبدأ تنزل عشان تكبس. الاسطوانه دي هتتقدم، مش هتتقدم الا لو انا ضغطت على زرارين مع بعض، يبقى في التقدم وهي نازله مش هتتقدم الا لو ضغطت على زرارين ايه؟ مع بعض. طب وبعد ما تخلص شغل؟ لا، هضغط على زرار تالت هيبدأ ايه؟ يرفع. في حاله الرفع مفيش مشكله، انما مش هتنزل الا لو ضغطت على زرارين ايه مع بعض. فاحنا عايزين نشوف الديزاين ده ونبدا نشتغل فيه ونشوف هنعمله ازاي. هنا يا ولاد بيقول لي المطلوب رسم مخطط للدايره النيوماتيكيه والكهربائيه. يبقى احنا عايزين نرسم الاول الدايره النيوماتيكيه والكهربائيه مع بعض، وكمان ننفذ الدايره الهوائيه والكهربائيه باستخدام برمجه البي ال ايه البي ال سي وفق المخطط الايه المطلوب. طيب نبدأ نشوف بقى الديزاين بتاعنا اهو يا حبايبي. انا عندي دلوقتي علشان اخلي السلندر ده اللي هو المكبس بتاعي ده يبدأ يتحرك ويديني اشارة التقدم، هنا اشارة التقدم هنا هيخرج عن طريق ان انا هعمل له دايرة كهربية. الدايرة الكهربية دي هتوصل الاشارة بتاعتي لحاجة اسمها سولونويد. السولونويد ده يا ولاد هو عبارة عن ملف كهربي، الملف الكهربي ده متصل بالدايرة بتاعتي ده. هي اول ما بجيب الزرار بتاعي اللي هو اسمه S1 و S2 عندي بحطهم الاتنين على التوالي لان دي دالة اند، بجيب S1 يا ولاد وبجيب S2 وبحطهم الاتنين على التوالي لان دي دالة ايه؟ دالة اند. والاتنين دول بوصلهم بزرار تالت اللي هو هيفصل لي الاشارة اسمه S3 اللي هو S3 تبقى اشارة او زرار مغلق كده. طيب انا بحط بعد كده حاجة اسمها K1 وحاجة اسمها K2. ايه عبارة عن ايه دول؟ عبارة عن ريلي، دولت عبارة عن ايه؟ ريلي، بحيث لما اوصل الكهرباء انا معايا فرد الكهرباء 24 فولت في الطرف العلوي وعندي الطرف التاني من الكهرباء الزيرو فولت في الطرف السفلي. ببدأ اوصل الدايرة بتاعتي، ببدأ اوصل الزرار S1 بوش بوتوم، ده زرار من النوع البوش بوتوم يا ولاد، يعني زرار ضاغط نورمالي اوبن، زرار ضاغط نورمالي اوبن بوصله بالتوالي مع زرار اخر S2 نورمالي اوبن ايضا، نورمالي اوبن ايضا، تمام. وبعد كده بوصلهم الاتنين بحاجة اسمها الفليب فلوب او حفظ الاشارة اللي هي مفتاح حفظ الاشارة ده هيبقى عبارة عن S3، عبارة عن S3 وده بيبقى ليميت سويتش. الليميت بتاعي دوت انا بوصله بنهاية المشوار، يعني انا حاطة هنا ليميت سويتش بحيث ان انا اول ما اضغط على S1 و S2 هيتقدم البستم. البستم اول ما يروح في سنسور عندي هنا حطاه في نهاية المشوار، اول ما البستم يلمس السنسور بتاعي ده هيبدأ البستم يرجع لوحده، هيبدأ البستم بتاعي يرجع لايه؟ لوحده. الكلام ده هيتم ازاي؟ عن طريق التصميم بتاعي ده، حطيت زرارين اضغط عليهم في وقت واحد فيوصلوا لي الكهرباء للريلي، الريلي ده هيقفل هيبدأ يوصل الريلي الكهرباء للسولونويد. السولونويد هنا فين؟ هو ده، هيبدأ السولونويد ده يشغل الصمام بتاعي ده، هيجيب وضع التشغيل، هيبدأ البستم بتاعي يتحرك، هيبدأ البستم بتاعي ده ايه؟ يتحرك.
في حالة الرجوع هيرجع اوتوماتيك، لانه هيلمس مع ايه؟ هيلمس مع سنسور. هيلمس مع ايه يا ولاد؟ مع سنسور. نبدأ بقى مع بعضينا كده يا ولاد، نشوف ازاي نقدر اننا نعمل الدايرة ديت على السيموليشن بتاعنا كده. مع بعضينا كده هنبدأ نشتغل على السيموليشن بتاعنا. السيموليشن هنا هنبدأ كده نشوف الدايرة بتاعتنا ونبدأ ننفذها مع بعضينا. دي الدايرة اللي احنا كنا بنشرحها. الدايرة بتاعتي ديت انا عايز في النهاية ارسم هذه الدايرة على لوحة التحكم بتاعتي. هفتح المعمل بتاعي. المعمل بيقول لي اول حاجة هنبدأ نشتغل فيها يا ولاد، بتفتح عادي الجهاز بتاعك، ومن الجهاز بتبدأ تجيب المعمل بتاعك. هو بيبقى اسمه الفيستو، طبعا احنا واخدينه وعارفينه كويس جدا بالنسبة لشغلنا في المدارس. بجيب البنيوماتيك وببدأ افتح المعمل، بفتح صفحة جديدة. لو جالي رسالة زي كده بكنسلها وببدأ افتح صفحة جديدة، وببدأ اجيب الكومبوننت بتاعتي شباب حسب الرسمة اللي انا شغال عليها. يعني الرسمة دي لازم تكون قدامك. انا ببدأ اول حاجة عندنا حاجة اسمها الزيرو فولت. اجيب مصدر الكهرباء بتاعي من المكتبة بتاعتي ديت، وادور على مصدر الكهرباء بتاعي اللي هو الزيرو فولت بتاعنا. ببدأ اقلب كده لحد ما اشوف. انا لقيت هنا هوت ايه، لقيت عندي ريشة، الريش بتاعتي هنا. هنا هو ده زرار نورمال اوبن. نجيب الزرارين بتوعنا بتوع السويتشين ونبدأ نشوف الكهرباء بتاعتنا اللي هي الزيرو فولت بتاعنا والاربعة وعشرين فولت في المكتب. تمام يا حبايبي. يبقى احنا اول حاجة بنشوف الكومبوننت بتاعت الدايرة بتاعتنا كلها وبنبدأ نطلعها في الاول. انا دلوقتي عايزة الزيرو فولت والاربعة وعشرين فولت من الدايرة بتاعتنا. تمام. هجيب ده زيرو فولت وده اربعة وعشرين فولت بتاعنا. تمام. وجبت هنا المفتاحين. نبدأ نجيب بعد كده يا ولاد ايه المفتاح اللي هو ريشة مفتوحة في الوضع العادي. نجيب ريشة مفتوحة في الوضع العادي، اهي ريشة مفتوحة في الوضع العادي بجيبها. ماشي. احط الكومبوننت كلها وبعد كده ابدأ اركب الدايرة. خلاص. طب انا كده ناقص لي ايه؟ ناقص لي سولونويد. ناقص لي سولونويد. ابدأ بالسولونويد بتاعي دوت. ابدأ اشوف السولونويد. هنجيب هنا من قلب الايه، هي المكتبة دايما بتبقى الحاجات فيها مش في مكان دايما ثابت، فعلشان كده كل مرة لازم بتدور على مكان الحاجات بتاعتك اللي انت بتبقى محتاجها في قلب المكتبة. بعد كده يا اولاد هنجيب ريلي. الريلي هنبدأ من هنا نشوف الريلي شكله ايه. هنا كده شباب انا عايز اجيب هنا بقى، معلش، الزيرو فولت هنا 24 فولت، هما دول الوصلة الاساسية بتوعي. بعد كده يا اولاد انا هجيب الريلي. نبدأ نشوف الريلي اهو. انا كده جبت مكونات الدايرة الايه، الالكترونيوماتيك. هجيب ده مكونات الدايرة النيوماتيكية. هي بسيطة جدا جدا جدا. احنا هنجيب سلندر مزدوج الفعل، سلندر مزدوج الفعل، وهجيب صمام 5 على 2 نورمالي اوبن. نجيب الصمامات، نطلع فوق كده نجيب الصمامات بتاعتنا اهي. صمام 5 على 2، 5 على 2 اهو. وهجيب وحدة القدرة، وحدة القدرة بتاعتي. ابدأ ممكن اجيب الكمبريسور، ممكن نستعيد عن وحدة القدرة اصلا بالكمبريسور.
يعني ممكن اجيب الكمبريسور وحدة القدرة، وممكن اجيب الكمبريسور بس اشتغل بيه عادي. واحنا دلوقتي هندور على الكمبريسور ووحدة الايه، ووحدة الخدمة. كمبريسور ووحدة الايه، الخدمة. يا شباب ده هيبقى في الباور، يعني في الحاجات اللي هي فيها الباور سبلاي بتاع الوحدة نفسها، مصادر الطاقة. فأول حاجة هنلاقيها ايوه هنا، بص يا ولاد اهي وحدة الخدمة اهي لو احنا عايزينها، وكمان الكمبريسور اهو. طيب انا كده جبت المكونات، ابدأ اركب بقى الدايرة بتاعتي، ابدأ اركبها. انا مش عايزة دي دلوقتي، اضغط عليها وادلتها، ومش عايزة ديت اضغط عليها وكليك يمين وايه وادلتها. ابدأ اكون بقى الدايرة، احط الوصلة ال 24 فولت، 24 فولت، وبعد كده ادخل الزرار الاولاني اللي هو اس واحد، واحط معاه اس اتنين بالتوالي معاه، وابدأ احط الريلي بتاعي. تمام يا شباب، انا كده هشتغل بدلة انت، وهبدأ احط الزيرو ايه، الزيرو فولت. ابدأ احط زيرو ايه، زيرو فولت. طيب انا عايزة السولونويد دوت يشتغل، انا ممكن ابدأ اشتغل من خلال هنا كده، ابدأ اوصل الدايرة دي. انا بص هنا بقى بشوف طريقة التشغيل، يبقى انا هوصل المفتاح الاولاني بالمفتاح الايه، بالمفتاح التاني، خلاص. وهبدأ اوصل المفتاح ده بالريلي، وهوصل المفتاح ده عندي بمين، بالزيرو فولت. هبدأ اخد وصلة من الريلي اللي هي الوصلة المفتوحة ديت، ماشي، وهوصلها بالايه، بالسولونويد. يبقى انا عندي دي كده، هوصل الوصلة دي كده بال 24 فولت بتاعي، وابدأ هنا كده اوصلها بال 24 فولت، واوصلها بالسولونويد. بوصلها ازاي يا ولاد؟ بضغط على الدايرة لحد ما تديني ضوء اخضر، بعد ما تديني ضوء اخضر اسحبها من الطرف بتاعها، واشوف انا عايزة اوصلها مع اني طرف تاني، وابدأ اسيب الماوس. هي كده في الحالة دي بتت ايه، بتتوصل معايا. طب انا عايز بقى دلوقتي ابدأ اسمي الحاجات دي علشان الدايرة بتاعتي تعرفها. انا مش عايزة الصمام ده، هبدأ ادلته. خلاص انا كده عملت الدايره الايه، الكهربيه. مش شرط ان هي تتعمل نفس شكل الديزاين بالظبط، المهم ان انا عندي داله اند هتبقى توصيل توالي، زرارين بوصلهم توالي. ابدا يا اولاد لو عايز ابدا اكتب على كل حاجه اسمها، الزرار ده هسميه اس واحد، يبقى بضغط عليه دبل كليك بيديني الايكونز دي. بعد ما بيديهاني بسمي ده اس ايه، اس واحد، بسميه اس ايه، اس واحد يا شباب، وبقول له اوكي. انا كده سميت السويتش الاولاني، اضغط على السويتش التاني واسميه بردك اس ايه، اس اتنين، اسميه اس اتنين. تمام يا شباب، اس اتنين. تمام يا شباب، تمام. وبعد كده اقول اوكي، وبعد كده يا اولاد خلاص كده ابدأ بس هنا ده الريلي هسميه كي وان كي، ماشي، وخلاص اقول له اوكي. هنا هسمي ده بردك كي، تمام، واقول له اوكي. في الحاله ديت اسمي السولونويد بتاعي واي 01 واي، ماشي، واقول له هنا واي واي، تمام. وهنا اقول له ايه، اوكي. كده كده اسمي بقى، لازم هنا اوصل دايره النيوماتيك بتاعتي. دايره النيوماتيك بتاعتي اعمل دبل كليك هنا كده، وابدا اجيب التحكم بتاعي من هنا، هيبقى كهربي، اضغط عليها واجيب سولونويد، وابدا هنا اجيب سبرينج ريتيرن من هنا كده، اضغط واجيب سبرينج ريتيرن. يبقى انا كده جهزت الايه، الصمام بتاعي. من هنا ابدا بقى اسمي ده واي واحد، زي ما انا ما سميت السولونويد هنا واي واحد، لان واي واحد دي هي اللي هتشغل البستن بتاعي. طيب عايزين بقى نوصل الاطراف دي، اوصل الطرف بتاعي ده، طرف الكمبريسور ب طرف الكمبريسور هيتوصل بوحدة الخدمة. هوصل من وحدة الخدمة للفتحة رقم واحد في الصمام، هاخد من الفتحة رقم اربعة اوصل بالسلندر، والفتحة رقم اتنين اوصلها بالسلندر، وبكده ابدأ اشغل الدايرة بتاعتي بحيث ان هو يبدأ يديني
التشغيل الصح بتاعي، اقول له تمام اوكي، ابدا بقى اشغل يا اولاد. لو انا ضغطت على الزرار واحد، اضغط على الزرار رقم واحد من هنا وادوس شيفت يا اولاد، وارجع اضغط على الزرار رقم اتنين. في الحالة دي الكهرباء مشيت والسلندر بتاعي حصل له ايه؟ اتقدم. يبقى انا كده عملت تصميم دايرة كهربية تقدم لي السلندر من خلال الضغط على زرارين مع بعض في نفس الايه؟ في نفس الوقت. وده كده استخدام دالة اند في الحياة العملية، استخدام دالة اند في الحياة الايه؟ العملية. الهدف يا اولاد من الشغل ده ان انت ازاي تعرف الحاجة اللي بتدرسها بتتطبق في الحياة العملية ازاي. يبقى انا كده لما بشغل في الحالة دي لازم اضغط على زرارين مع بعض في نفس الوقت علشان ابدأ اشغل دالة اند بتاعتي. تمام يا حبايبي؟ طيب احنا بقى دلوقتي هنبدأ نعود لشغلنا وهنبدأ نشرح دالة اند ونشوف ايه هي اللي احنا وصلنا له من خلالها. احنا دلوقتي يا اولاد حبايبي احنا وصلنا ازاي ان انا اقدر ادرس دايره باستخدام داله اند، وعرفت ان الداله دي هتبدا تشغل المكنه من خلال الضغط على ايه؟ على زرارين مع بعض. شفنا في السيموليشن العملي بتاعنا ان احنا لما ضغطنا على الزرارين مع بعض بدأت الكهرباء تمشي في الدايرة، والكهرباء ديت وصلت للسولونويد اللي موجود في صمام التحكم، وبدأ صمام التحكم يتحكم في تحريك السلندر او المكبس من خلال زرارين ايه؟ مع بعض. انا كده اتعلمت ازاي اعمل ديزاين لدايره شغل من الوصله ديت تكون متسميه. اللي احنا قعدنا نعمله دلوقتي يا اولاد ان انا جبت وصلة 24 فولت، جبت معاها زرارين بوش بوتوم اللي هو نورمال اوبن، وحطيتهم مع بعض بالتوصيل على التالي. بعد
السولونويد هنا هيبدأ يحرك صمام التحكم التوجيهي، ومن خلال تحريك لصمام التحكم التوجيهي هيبدأ يحرك لي البستم، والبستم بتاعي يديني مشوار التقدم. في حالة لما البستم يوصل لنهاية المشوار هيلمس السنسور بتاعي اللي هو S3 دوت، ويبدأ يرجع اوتوماتيك، يبقى التشغيل عن طريق S1 وS أو S2، والرجوع عن طريق الصمام اس ايه اس 3 او المفتاح اس 3، وهيبقى الرجوع اوتوماتيك. تمام يا حبايبي، النهارده اخدنا العمليه المنطقيه اند والعمليه المنطقيه اور، اخدنا سيموليشن على هذه العمليات. اتمنى ان نكون وصلنا المعلومات لابناء الاعزاء، وكده احنا وصلنا مع بعض نهايه حلقتنا. اشكركم واترككم في رعايه الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا شباب.